الفقرة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الموية، هذه الحين البيضة. أكتب لكم المقادير بالضبط. هذه البيضة، كل شيء مع بعض صح؟ إيه كله مع بعض. هذه يعني على حسب ما تبين. أصبري، هذا هو السر. إيه هذا على حسب ما تبين. شوربة، شوفان، شوفان يعني بغيتي حطيه، ما هو موجود عند السر. بس ترى السر يجنن يعني، خلي بس إنه ما يعني لا فيه إنه ما يشرب الزيت. إيه هذا هو. هذا هو هذا أسر. إيه ضروري يعني. صح على أسر. إيه هذا سكر، سكر عادك تبي لهم بالطريقة دقيقة، تبي إيه؟ لهم مرة طريقة. أنا حب الواحد يعلم بالطريقة الصحيحة. هذا الحليب، حليب بودرة، حليب البودرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كله هذا زيت شوي بس كده، بس تكتبوا كم بودر. خميرة فورية، قشطة، هذه القشطة. علبة كاملة ولا نص؟ لا كله تحطينه بهذا يعني بالقطاج صح؟ اي بالقطاج. حطي لك كاس طحين. بسم الله الرحمن الرحيم. كاس ونص بر. اي الحين حطينا الطحين البر، هذا الابيض كاس ونص كله عدل. ان الله عدل يحب العدل، يعني سبحان الله. هذا ابيض ولا اسمر كله زي كاس ونص ابيض وكاس ونص بر. الحين نقوم بالعجن هذا. يعني كل ما تصير قاسية تاوح حلوة. يعني شوف الحين يعني يمكن تبغى بالعجانة أسرع صح؟ بعد إن شاء الله 10 دقائق أبدأ نفرده مع بعض، وبعدين نحطه بالزيت مع بعض إن شاء الله بإذن الله. وصل حق هوا ويلا نفضل زيت. شوفوا أنا بوريكم زيت. هذا بسم الله الرحمن الرحيم طريقة الزيت. شويت عليه، هذا بيغطي التاو. هذا انا ودي عشان نقول صلحت وتنجح معكم الطريقه، لانه ترى هذا خاص بالقلي. يعني الزيت مكتوب عليه زيت قلي. هذا زيت قلي، ما بقدر يعني تحطون اي زيت حق الطبخ. لا إيه؟ هذا هو، هذه نوعيته. صوري عادي اي زيت، مو بلازم النوع هذا، اي زيت مكتوب قلي صح. كم الحين صار له تقريبا 20 دقيقه صح؟ 20 دقيقه. هي الحين نحط الزيت. لا طحين. عشان نفرد صح؟ اي عشان نفرد طحين. بعدين هذه العجينة اي نقوم بتقطيعها. العجينة ها نفرد. نبي نشوف سمك العجينة عشان ان شاء الله تبارك الله تنتفش انت دايم. اي نشوف العجينة تمشي معكم. لو صرت الطريقة صحيحة تمشي العجينة. نقطعها كذا سمكة يعني وصل. ورينا السمكة يما. خلينا نشوف السمكة تصير لهيب كبيرة. خلي بصورة صورة ثابتة عشان يشوفونها. أوريه يلا. شوفوا هذا سمك العجينة. عشان تنتفش صح؟ الزيت نعليه له ولا نقصر له؟ لا عالية الزيت. على نار عالية. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. من دون تحريك، من دون شيء، يشوفون شلون تنفخ. تبارك الله شكرا. هذه العجينة كم هذه قدامكم ترى، هذه هي ما شاء الله. شفتوا الحين ما تشرب الزيت. شوفوا شوفوا ما فيها زيت. ايه ما شاء الله هذا اللون. يلا الدفعة الثانية. يلا ما حطيت ولا فلتر عشان تشوفون لونه. ما شاء الله شوفوا ما شاء الله تنفخ على طول. ما شاء الله تبارك الله. ايه ما شاء الله ما شاء الله. هذه الطريقه ضبطت الطريقه باذن الله انكم ناجحين باذن الله. بس عليكم بالطريقه الصحيحه. بكتبها ان شاء الله. ما شاء الله ولا واحد يعني. ايه ما شاء الله حتى ما يدخل زيت ابدا. خفيف مره ما شاء الله. عطني امسك انت الحين. ما شاء الله خلصت. ما شاء الله ما شاء الله من
تفشات يعني ان شاء الله تهبل تهبل يعني عشان كذا انا والله صورت الخطوات بالضبط عشان حتى ما انسى المقادير. لا احلى احلى كذا ما شاء الله حبيبي تسلم ايدينا ما شاء الله. اي هذا التاو ما شاء الله ولا فيها زيت. وبعدين تحطي حق القانيه الزيت اهم شيء حق القانيه. صادقه زيت قال تحطون اي زيت يعني من نصيحتي لكم انكم ما تحطون اي زيت. من فضلك ريحة رمضان. آمين يا رب. المسلمين أجمعين يا رب. آمين. الله تسلم الأيادي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. كنا في شام. ما شاء الله ما فيها شيء أبد. هذه الطريقة اعتمدوا نصيحة يعني من قلب. أقول نصيحة اعتمدوا. ما شاء الله شوفوها. ما شاء الله. والله خفيفة. هي خفيفة. الحين عاد بوريكم انا باكله هذه باكله الله يعافيك. الحين بحطه بهنا وبصب عليها العسل يعني بغيتي شير بغيتي عسل اللي تبين يعني ما احلى العسل إيه؟ واحلى بعد بدون شيء تدريني ما يتجن انا ما ادري احبه كذا يعني على حسب الرغبه هي بس انا حلوه العسل اللي حلو طعمه في عسل حلو في عسل لا والله في نكهات ما ادري وش نكهاته في عسل حلو. الحين ما شاء الله تبارك الله هذه هي الكاو. يعني بالعافيه علينا وعليكم. يعافي قلبك يا رب. جميع المسلمين. نحطوه بالصحة والعافيه. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. طبقوا يا حبيبكم والله يمي ما شاء الله تبارك الله. شوف شغل خفه طبقوا بطريقه ترى خفيف ولذيذ ولطيف والله يخفف منا ومنكم كل الذنوب يا رب العالمين يا حي ويا قيوم ويخفف منا ومنكم وجميع المسلمين الامراض والاسقام واللي يشتكي من مرض من تعب ان الله يخفف عنا وعنكم